رح نحكي عن مرحلة الطفولة، من أهم مراحل حياة الإنسان، فيها بتتكون شخصيته يلي رح يكون عليها بالمستقبل، من خلال اهتمامنا وتركيزنا كأهالي كمدرسين كتربويين على إمكانية دمج هدول الأطفال بمجتمع ومشاركتهم بالعديد من الأنشطة من الفعاليات من كثير من الأمور اللي ممكن تكسبهم خبرات تكسبهم مهارات تخليهم شخصيات فاعلة بالمجتمع. أكيد، ولما نقول طفل فاعل في المجتمع للأمانة هو يعني عنوان جدا عريض، لكن لنبسطه للناس ونعرف أهميته وأثره في تكوين شخصية الطفل وأثره في المستقبل بالمجتمع، خلونا نحكي عن هذا الموضوع مع الأختصاصية التربوية لينات يوسف. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا. يعني عم نحكي عن موضوع كتير مهم اليوم، إنه نحن كيف ممكن ندمج أطفالنا بالمجتمع أكثر. خلينا بالبداية نوضح مفهوم المشاركة الفعالة للطفل بالمجتمع. أول شيء يسعد صباحكم. أكيد بالبداية خلينا نقول أنه أكيد نحن بنعرف صرنا كلياتنا أنه مرحلة الطفولة هي من أهم المراحل بحياة الإنسان وبتأثر عليه، يعني هو إذا كان عم بيعيش طفولة منيحة بالنهاية رح يكون إنسان متطور وناجح، وإذا تعرض لأي أزمات ممكن يصير عنده اضطرابات أو إخفاقات بحياته. بالنسبة لموضوع التنمية، لموضوع المشاركة الاجتماعية للأطفال، هو شيء كتير حلو. أنا بالأول بدي أوضح للطفل أنه شو معنى هالمشاركة وشو الهدف من هالمشاركة. بدك تعرف أنه نحن منقدر نشارك بالمجتمع من أجل تحقيق هدف معين، من أجل تطوير المجتمع. ممكن يكون هذا المشاركة من خلالي أنا كفرد واحد، ممكن يكون مجموعة، ممكن يكون مؤسسة. هدفنا الحقيقي يا أما نقدم دعم سواء بالرأي سواء بالعمل بالتطوع، يعني ممكن يكون بالتمويل، ممكن يكون بالأفكار، ممكن يكون بأشكال كتير عديدة. خلينا نوقف عند جمل ومفردات ذكرتية، خلينا نبسطها للناس أكثر. لما أقول تطور المجتمع، دور الفعال للطفل، اندماجه بالمجتمع، خلينا نحكي بطريقة أبسط اليوم للناس. لما نقول هو من السنوات الأولى، يعني لما أقول معنات التشاركية المشاركة، خليني بلش معه من 5 سنوات. كيف بأسسها لأقول أنا أدمجه بالمجتمع خلي فعليا طفل فعال، إن كان بالروضة بالمدرسة بالنشاطات التطوعية؟ هلأ بما أنه نحن اتفقنا أنه مرحلة الطفولة هي كتير الأساس وكتير المهمة، فأنا بدي أسعى أول فترة من حياتي أني أنا والمجتمع اللي حوالي سواء الأهل أقارب المربية الأشخاص الموجودين الروضة، أنه نحن يكون في عنا أساس لنبلور الشخصية المستقبلية لهذا الطفل. كيف؟ أول شيء نحن منعوده على المشاركة والتعاون بينه وبين أطفال تانيين، يعني أنا كيف بقدر أني ألعب بلا ما أذي التانيين، كيف بقدر شاركهم بأكلاتهم برسماتنا، ممكن نشارك بلعبة معينة، من هون بتبلش القصة. نحن نعوده أنه أنت دائما خرج أنك أنت تتصرف بتعاونية، أنه أنت هدفك مو أنك أنت تحقق هدف واحد لحالك، بيكون هدفك مشترك لحتى تقدر تعرف شو معناه المشاركة بالمجتمع. تمام. لينات، يعني بنشوف كثير من الاهالي بيقولوا لك انه مثلا ابني مو فالح بالدراسه، انه خلص يلجا لمهنه او حرفه معينه بيكون اكثر فعال يعني بالمجتمع. هذا الشيء ممكن يكون من عمر صغير او ممكن مثلا عم يدرس بس بايام الصيف بايام العطل، هل هذا الشيء صحيح ام نحن ممكن ننطر لعمر معين ليكون الطفل قادر انه ينخرط اكثر بالمجتمع؟ حلو. هلا بالنسبه لهذا الموضوع، نحن وقت اللي نحن بنحدد انشطه معينه، هلا سواء كانت الانشطه ترفيهيه سواء كانت انشطه صفيه سواء كانت انشطه فنيه رياضيه الى ما هنالك، وممكن نحن نحدد انشطه حسب نوع البيئه اللي نحن قاعدين فيها او المنطقه. افترضنا نحن قاعدين بقريه مثلا، ممكن يكون في عندي انا شيء اسمه العنايه بالمزروعات، تنظيف بين الشجر، ري المزروعات، العنايه بالمواشي. صدقيني هذا الشيء في متسع كتير كبير انه يقدر يشارك هاي الانشطه ويعكس يعني البيئه التفاعليه بالمجتمع. بالعكس هذا شيء كتير منيح، وكتير من الدول هلا عم بتطبق شيء نحن ان شاء الله نقدر نطبقه، انه مثلا نحن بيكون نحن مشهورين بمحصول معين او بمثلا ثمار معينه، بدربوا الطفل من عمر 6 سنوات انه كيف تقدر تعتني فيها، نعمل احسن محصول احسن جوده بالعالم مع انك انت عم تدرس. انه نحن بدنا نحافظ على الشيء اللي عندنا ونطلع بالامكانيات الموجوده عندنا. بالعكس هذا شيء كثير ممتاز. طيب خلينا نحكي عن النشاطات اللي ممكن تقوم فيها الام بالمنزل بالسنوات الاولى لتعلم الطفل التشاركيه، لانه بنعرف مش كل الناس قادرين اليوم يحطوا اولادهم بعمر مبكر بالروضه، فيمكن بعض النشاطات ممكن نوعا ما تكسب هي الصفه على بكير عند الطفل. طبعا اكيد. هلا انا بعرف انه كثير بعمر صغير الطفل ما بيكون قادر يتحكم بالاشياء بشكل كثير حقيقي مثل الكبار. صحيح. لكن نحن من وهذا العمر بتقدري انت تعتمدي عليه او تفرجيه انه حتى لو انا قادره اجيب الغرض، فرجيه انه انت جبت لي هذا الغرض، ماما جيب لي هذا الشيء،
مامي عمل لي هيك وبرافو انت شكرا لك انك ساعدتني اليوم انت كثير كثير ريحتني انت انه بالغ شوي بالمدح هو لحاله رح يتعود انه يصير عنده المبادره يصير عنده الجراه انه يجيب هي القصه يعمل تعزيز فينا نقول العمل الايجابي عند الطفل لانه دائما بنشوف ردات فعل الام على العمل السلبي يعني صحيح. بتلاقي رده فعل فالطفل لما يشوف رده الفعل للعمل الايجابي مش قويه ما بيكرره تماما. يعني هون عم نحكي عن انه بدك تعززي وتشجعي كثير لحتى يصير في عندك مردود تمام. يعني حضرتك اختصاصية تربوية خلينا نوضح كمان دوركم بالمدارس أيضا كيف ممكن تكسبوا هدول الأطفال هي المهارات هي القدرات لحتى يقدروا يكونوا فعالين أكثر بالمجتمع ويتركوا أثر إيجابي. هلأ في عنا كتير نحن أنشطة فيها تكون أنشطة مباشرة أو غير مباشرة في عندك أنت من خلال المعلمة بالصف أو المربية أو الأشخاص المسؤولين عن الطفل بشكل عام مو ضروري تكون المعلمة بس أنه تعرف هي شو اتجاهاته شو الأنشطة اللي بيحب يعملها بحياته ممكن يكون عنده رياضة بيحبها حلو ممكن يكون عنده نوع من أنواع الآلات الموسيقية بيحب يعتمد عليها ممكن خيل ممكن يكون في عنده أفكار إبداعية أكثر ما نحن بنتخيل بالنهاية هو يعني كتلة من الطاقة حواليك فعندي كتير قصص أنت أكيد بدك تستغلي كل نقطة لحتى تقدري تكتشفي الابتكار الموجود عنده. طب شو هي أكثر الأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي؟ يعني في كتير يمكن من التصرفات والأخطاء الشائعة اللي بيوقعوا فيها الأهالي يمكن ما بينتبهوا إنه هي بتأثر على الصفة التشاركية أو الفعالة للطفل بدل ما عززوها بتلاقيها بتقل تدريجيا من خلال ردات الفعل والتصرفات اللي ممكن هن معتبرينها تصرف عادي او ممكن طبيعي. تماما مثل ما ذكرتي حضرتك هلا بيكون المامي بالبيت انه حابه انه تريحه او تفرجي انه انا كثير عم غلجك ودللك وما بعرف شو لا 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 ما تمد ايدك انا بجيب لك بده يشرب كاسه مي انا بجيب له بده يرسم الرسمه انا برسم له في عنده نشاط للبيت هذا انا كثير هلا موجود عندنا الحمد لله بالمدارس انه انت عمول شيء بالبيت ساوي مشروع بالبيت تيجي المامي بتعمله هذا الشيء كثير غلط انه انت بدك تحاولي تساعدي اوكي بس مو انه انت تشتغلي الشغله لانه هو اصلا بده يصير اتكالي وما عاد يعني الصفه التعاونية بدها تختفي للأسف. تمام يعني كثير من الأطفال بنلاحظهم من الصغر بيكون عندهم طاقات إبداعية معينة عندهم مواهب مهارات إن كانت بالرسم بالموسيقى بالرياضة ونشوف إنه أهاليهم البعض بيحاولوا يدعموهم يشجعوهم أكثر كرمال يعني تنمى معهم هي الموهبة. خلينا نوضح دور الأهل المهم هون. هون دور الأهل كتير كتير قوي لأنه هي بصراحة المكتشف الأول لأي طفل هو الأم أو الأب كتير أوقات حسب مين بيكون متواجد مع الطفل أكتر وأحيانا بتكون المربية بس حلو كتير أنه أنت تدعمي يعني حلوة النقطة الحلوة بالطفل تضوي عليها تشجع عليها أنه رسمتك حلوة أوكي فيها أخطاء أكيد بالنهاية هو إصابة الطفل في عنده أغلاط بس أوكي فينا نصلح أنت عم تعزف طريقة كتير حلوة عندك حركات لياقة بدنية كتير ممتازة مامي أنت رأسك بالبالي حلو عرفتي كيف أنه أنت بتقدري تشجعي حتى لو في اخطاء انت يعني قد ما بتشجعي قد ما بيعطيكي مردود احلى دائما بتحسي انه هو عم يلفت نظرك اكثر بده يفرجيك انه انا اشطر انه انا اقوى انه انا فيني اعمل هيك. طب خلينا نحكي عن السنوات الاولى يعني باي سن فعليا انا فيني بلش تدريجيا خلي الطفل يشارك ب فينا نقول النشاطات اللي فيها تشاركيه تفاعليه تدريجيا. تمام هلا انا ما عم بالغ بس تقريبا من سنتين يعني انت بتقدري تقولي له انه العابك حطهم بالسله هذا الغرض لك حاول تطوي البوس الحذاء جرب انك كيف تلبس الحذاء هو كثير بده يتعذب وبده يسترعنا بس انه يعني انه تدريجيا ببلش تمام. يعني كمان بنشوف كثير امور مهمه بالمدارس مثل منافسات بين مدرسه واخرى طبعاً. مسابقات ان كانت ثقافيه ان كانت رياضيه ان كانت علميه خلينا نوضح اهميه هذا الموضوع قديش ممكن يعزز له يعني ثقافه عند الطفل. هذا الموضوع له أكثر من بعد له أول شيء عنده بيصير عنده جرأة بيصير عنده ثقة بنفسه قادر على تحمل مسؤولية بيقدر أنه ينافس بيقدر يخطط للمستقبل بخلاله بياخد معلومات وبنفس الوقت أنا بكون عم بعمل مثل أنه كيف بدي لك مكاسب للمجتمع اللي قاعدين فيه من الأبناء الموجودين يعني حلو انه ابني يكون عم يعرف يتصرف حلو يكون بيعرف انه شو هدفه من هاي المسابقه انا ما هدفي اني كسر راس فلان واسبق فلان لا لا اني اخذ معلومه وبنفس الوقت كلياتنا ننجح مع بعض انه نحاول نغير الفكره السائده تبع انه انت وبس وما في غيرك شاطر لا كلنا شاطرين وكلنا مناح وكلنا قوايا وبنقوى ببعض كمان اهم شيء ما نقارن يعني تماما طيب خلينا يمكن نحكي عن ثقافه اليوم التطوع
من بدايه الازمه لليوم نعرف قديش ثقافه التطوع منتشره اليوم ببلدنا بشكل كثير كبير، والجميل مشاركه جميع الاعمار. يعني استضفنا خلال رحلاتنا الصباحيه مع اصغر متطوع بسنواته الاولى لاكبر متطوع. اهميه اليوم العمل التطوعي بسن صغير عند الطفل، وعم نشوف جمعيات كثير مشاركه للاهالي، بتلاقي الاب والام وابنهم مشاركين بعمل التطوع. قد ايه مهم في تعزيز هي التشاركيه والدور الفعال لما نقول مشاركه الطفل بالمجتمع، قديش بعمل يمكن حتى بتعززه لوثقته بنفسه، بتلعب اثر كثير كبير على شخصيه الطفل. كثير حلوه هذا الشيء الموجود هلا حاليا. نحن بنعرف انه نحن طالعين من ازمه وفي عندنا مشاكل، بس كمان في عندنا شغلات حلوه خلفتها هي المشكله. نحن صار في عندنا مثل ما ذكرتي حضرتك الفرق التطوعيه، لكن اهم شيء وقت اللي انا بدي اعلم ابني التطوع حلو علمه الوعي، انه انا الهدف مو انه انا عم اكسر نفسيه ابني، لا بالعكس، حلو انه تكون روحك مرنه، حلو انك تعرف انه في انا في انه بقدر ساعد الاخرين، بقدر اني اقدم لهم مساعدات سواء كانت ماديه او حتى معنويه او حتى جسديه، لكن الهدف مو اني اتقاوى عليهم، او اني بالعكس هدفي اني احقق منفعه لمجتمع، ممكن احقق منفعه لفرد معين. يعني كمان في كثير من المواضيع بتاثر يمكن على شخصيه الطفل، مواقع التواصل الاجتماعي بيقولوا لك انه بعض الاهالي انه خلص يسكتوا ابنهم الصغير، ممكن يعطون الموبايل يسكتون بهي المواضيع، هل هذا الشيء قد ايه غلط اليوم انه نحن نلجا لهذا الاسلوب؟ ممكن الطفل يطلع متوحد، ممكن انطوائي، ما يقبل يحكي مع حدا ولا يقبل انه يعاشر الناس بالمجتمع. هلا خليني اكون واضحه، هو بالمطلق ما فيني اقول انا عن شيء انه هو سيء بالمطلق او هو كثير مفيد بالمطلق. نفس الوقت في ايجابيات تمام. اكيد، بس نفس الوقت عم هلا حلو اذا بدها تعمل هيك تكون حاطه وقت محدد، لانه بالنهايه هو اذا انتبهنا في كثير اطفال هلا بمجتمعنا، انا انتبهت على هي الفكره انه عم يحكوا باللغه الفصحى بشكل كثير جميل. صحيح بسبب المتابعه الكبيره. تمام صحيح. انه عم يتعلموا من الكارتون اللي عم بيشوفوه، لكن نحن وقت اللي بنعطيه فتره كثير طويله هو مثل ما ذكرتي حضرتك ما بيقدر يبتكر، هو خلص بوقف محله، انه خلص المهم هو يتابع الشاشه الصغيره اللي قدامه وما بده يقوم لا يتحرك لا يكتشف لا ولا يعمل ولا اي شيء حتى يخرب القصص اللي انا مرتبتها ما بده يخربها. طيب خلينا نحكي عن يمكن المشارك الاساسي مع الام والعائله بتربيه الطفل، لنحكي المدرسه، قديش كمان المدرسه بتلعب دور اليوم باكتساب هي الصفات للطفل من خلال العمل التشاركي؟ يعني كلياتنا بنتذكر لما كنا صغار قديش في اعمال كنا نشتغل فيها من خلال تنظيف المدرسه، بعض النشاطات والفعاليات اللي كنا نقوم فيها بالتعاون مع الانسات، هيدا الشيء قديش كمان بيلعب دور ايجابي، لانه اغلب وقت الطفل كمان مش بالبيت، يعني بدك تعتبري نصف الوقت الاخر يا بالمدرسه يا بالروضه يا باماكن اخرى، فيعني هي عمليه تشاركيه كبيره بالمحيط مع المجتمع اساسا. تماما، هلا حلوه انه نحن نعلم الطفل انه نحن الهدف من اي عمل تطوعي هو الهدف لنا هدف معين، هو الرقي بمكان معين، تطور بمكان معين، حل مشكله معينه. ممكن هلا انا اذا كنت انا منماي فكره التطوع بشكل جيد، قاعدين بمنطقه ممكن اي منطقه تتعرض لغباير لاوساخ بالحاره لاي شيء، هو من خلالي انا يعرف انه هذا الموضوع كثير بسيط، ممكن تجتمع انت ورفقاتك وتلموا الحاره، ممكن تجتمعوا وتنظفوا المدرسه، هذا الشيء كثير حلو مامي، ممكن تعمل هيك ممكن تساوي هيك، لكن اذا انا ما نميت هي الفكره صدقيني هو بده كل حياته يقعد حتى عامل النظافه ممكن يعمل لي اياها قصه صحيح. انه ايه هو ليكي شو عم يعمل انا ما بعمل مثله، لا بدنا نعمل مثله، ليش هو شو عم بيساوي، لا نحن نساوي بدنا نسعى نتطور بدنا نلون قدام بيتنا بدنا نحط زرايع بدنا نشتغل، يعني هي التفاصيل الصغيره هي بتعطيكي يعني كيف بدي اقول لك هي بتكون اساس لشاب واعي. لكن نحن بكثير اوقات نحن تغفل عيننا عن هي التصرفات. طب بيختلف التعامل بين ذكر وانثى فينا نقول ببعض التصرفات من خلال تعزيز هي الصفات، من خلال يمكن اوكال لما وكل مهمه ل يكون ذكر او انثى مختلف بتصير عمليه ولا لا؟ هلا بالنسبه للاطفال اكيد لا، لانه انا طبيعي ما رح اعطي وزن كثير ثقيل للطفل يحمله، فبالتالي انه هو ممكن يكون اي شيء بس انه بسيط انه يعزز روح المشاركه عنده، يعزز روح التعاونيه عنده، يحس انه انا عم بعمل شيء، يحس انه انا ساعدت اللي حوالي، الغرض قد ما كان صغير رح تقدر تشيله البنوته او البيبي الصبي الصغير يعني، بس انه بالمراحل الاكبر اذا بالمراهقه بالمراهقه اكيد هون وقتها بيكون في عندي قصص معينه، ممكن الشباب يقدروا يشيلوا اوزان، ممكن البنت تقدر تعتني بالنظافة والترتيب التزيين هي القصص. يعني في يمكن مجالات عمل كثير معينه بالحياه، قد ايه مهم اليوم نحن مثلا الاطفال لما نشوف عندهم اهتمام بشيء معين نوضح لهم عنه يمكن لبعدين ممكن يدخل هذا المجال.
طبعا اكيد. هلا نحن وقت اللي بنحاول اي شيء عم بيساوي الطفل ندور على الصفه الايجابيه قبل ما ندور على السلبيات، لانه وقت اللي انت بتنتقدي خاصه اذا كان هو اول مراهقته صدقيني ما حيسمع. يعني انت كل ما انتقدتي اكثر كل ما تعلق بالشغله اكثر. لا انت دوري على الجانب الايجابي بالقصه وضوي عليه، هو حبه وكان هو شيء مناسب للمجتمع اللي عايش فيه رح يستمر، واذا ما كان مناسب هو لحاله رح ينسحب بلا ما انت تعذبي قلبك ولا يشوفك انك ضده ولا طيب يمكن اليوم بنحس دائما او بالمجمل كل الاطفال والصفات اللي بيكتسبوها هن انعكاس اليوم لبيئتهم او المجتمع او العيله او الاب والام، بس دائما بنلاقي الوظيفه الاكبر دائما على عاتق الام والمسؤوليه على عاطق الام. يعني اذا الولد طلع انطوائي الام تلام، اذا الولد طلع تشاركي كمان العمليه تختلف. قديش بيلعب دور الاب اليوم بتعزيز هي الصفات خصوصا التشاركيه؟ لانه بنعرف يعني الاب هو للولد هو المثال بيكون والقدوه، فمن خلال بعض التصرفات ممكن يقوم فيها الاب بيعزز هي الصفات او العكس اليوم. هلا نحن عم نقول تشاركيه، فنحن عنا اسره، الاسره مؤلفه من اب وام، الطبيعي انه يكون في تشاركيه كمان بالموضوع. على المخرج مو ضروري بالنهاية بالنهايه انه وقت اللي بيكون في عندي انا احد الابوين بتحسيه اجتماعي، فالولد بده يكون في عنده قدوه، القدوه رح تكون واحد من الوالدين. صحيح. وقت اللي بيكون انا عندي حدا انه هيك كثير اجتماعي وكثير هيك فرفوش مع العالم او بيحب يتعرف وبيحب ياخذ ويعطي بيحب يفيد الاخرين، مو ضروري يكون الثاني هيك، بس انه حلو انه يتعلم الولد منه، انه حلو المشاركه. تمام. يعني يمكن ركزنا على دور الاسره على دور المدرسه بهذا الموضوع، خلينا نوضح بشكل عام دور المجتمع بكافه مؤسساته، ان كان بتقديم الرعايه الصحية للأطفال، تقديم الرعاية التعليمية، تنمية المواهب، هدول الأمور شو واجب المجتمع اليوم تجاه الأطفال؟ طبعا الواجب كثير كبير تجاه المجتمع، انه هي بالنهايه الاطفال هي اطفال هذا المجتمع، وقت اللي بدهم يكونوا اطفال ناجحين فهن رح يخدموا المجتمع، وقت اللي بيكونوا سيئين هن بدهم يدمروا المجتمع، لهيك العاتق كثير كبير عليهم. الهدف انه اولا كل مؤسسه تعليميه يكون عم تعمل واجبها تجاه كل طفل موجود فيها، كمان ممكن يكون عندنا الاهالي يكونوا مسؤولين عن الانجاب، انا وقت اللي بدي اجيب طفل بدي اكون مسؤوله عنه من اول ما بيخلق لحتى يصير راشد يكون انسان فعال ومناسب لهذا المجتمع ويقدر يفيد وطنه. ممكن انا يكون عندي من وقت اللي بيكون عندي طفل انه مثلا عندي بنت عم تجي كل يوم من المدرسه او ولد عم يجي كل يوم من المدرسه، ما عليه اعطيه 10 دقائق يحكي لي مامي في عندي رفيقي جود عمل، رفيقي جود ساوى، فجاه اختفى رفيقي جود، طب وين وجود ماما؟ وين راح؟ ليش ما عم تحكي معه؟ ليه ما عم تحكي لي عن جود؟ ماما تقاتلنا انا وجود واخذت قرار اني ما بقى حاكي، طب ليش؟ قال لي كلمه ما منيحه. انت هون هي احلى نقطه واكثر فكره حلوه انك انت تفوتي معه تدخلي بقراراته الاجتماعيه. طب قلي ليش شو صار؟ انت برايك هذا القرار حلو؟ ما في حل ثاني نقدر نحل الموضوع غير انك تبطل تحكي معه؟ انه انت بتقدري من اي موضوع تفوتي بقراراته وتاثري فيه بلا ما تتدخلي يعني بشكل كثير مباشر بلا ضغط يعني تماما بلا ضغط. يمكن ذكرنا عده نقاط مهمه اليوم في تعزيز الصفات الايجابيه عند الطفل واهميه اليوم تفعيل دوره بالمجتمع من هو وصغير، قديش فينا نحن نأثر بتربيته وعلى شخصيته. سابقا كنا نشوف ليش بنحكي عن الروضة والمدرسة، سابقا كان في بعض المواد اللي بناخدها بالمدرسة هيك اللي بتخلينا نكتسب بعض المهارات منها، الاعتماد على النفس، الاعتماد على الذات، هي قديش بتلعب دور اليوم في تكوين شخصية الطفل؟ هلا اليوم ما بنشوفها كثير، سابقا كنا يمكن إذا بتتذكري هايدي هي المهارات إن كان فنية، تعليم بعض المهارات بسن معين لأسس أنا في تكوين شخصية مستقلة تعتمد على نفسها. هلا نحن اليوم الحمد لله في عنا دور الحضانه الموجوده، الروضات، المدرسه بسن معين عم بيساعدوا انه يعملوا اي مشروع، يعلموا الولد انه يكون تشارك، يكون تعاون، يكون فعال. هون عم يخلوه انه يعتمد على نفسه ويتحمل مسؤوليه اي غلطه ممكن يعملها، وبنفس الوقت يكون فخور كثير كثير وقت بيعمل شيء حلو، وبيكون هو ما بدي اقول لك انه هو المسؤول عنه، هو جزء من هذا النجاح اللي صار. انه احيانا بيكون هو دعم للانسه برافو. صحيح. تحفيز اكثر. يعني كمان قد ايه مهم اليوم نترك الطفل المساحه يعبر عن رايه، يحلل، يناقش يعني مع اهله مواضيع ولو كانت يعني شوي كبيره عليه، لكن الاهل ممكن يبسطوا له اياها بعدين، ممكن يقنعوه بوجهه نظر ثانيه كرمال يعرف هو يتعامل يعني بعدين بحياته الشخصيه او ان كانت العمليه.
تمام. هلا وقت اللي نحن بنكون قاعدين باي جامعه والطفل بيعطي راي حلو انك تسمعي، حلو انك تشجعيه، في منهم بيسكتوا بيهمشوا للطفل. لا هذا شيء كثير غلط. يعني انت هون اول شيء ما عاد يجرب مره ثانيه يعطيكي راي. انت اول ما عطى راي حتى لو كان غلط ممكن انت تقاوميه بعد شوي تقولي له ايه حلوه فكرتك، بس لو كان مثلا انه ايه بدنا نروح مشوار، ايه خلينا نروح اليوم على مثلا على المول، ايه ماما بس هلا نحن بالليل ما فينا نروح ما فينا نجي، ايه بنروح هلا على المدرسه، ماما بالليل ما بنروح على المدرسه بكره، ايه برافو بنروح على المدرسة. حلو انه حلو تقومي له الفكره بس مو دغري تقولي له لا نو ما في تكمل. صحيح اكيد اكيد. بالختام بدنا نتشكرك، شكرا لوجودك معنا حبيبتي. شكرا كثير لك، يعطيكم كل التوفيق.